السلام عليكم، رمضان مبارك، مبارك سعيد جميع المسلمين، والله يديبوا على خير وبخير. خوتنا الاعزاء الاصدقاء، راه كاين الديسير موجود، التفاح، البنان، قاص، بنان، لافوكا حتى هي راه مزيانه، كاين مويان وكاين اللي غاليه شويه وكاين اللي على حسب، وكاين العصير ديال التين، كاين كلشي. المهم كلشي مزيان. الثمن خويا كان شويه، ولكن دابا فهاد الاواشر طلع شي شويه ديال الثمن ضروري، زعما كل عام كيطلع هادشي هذا، ولكن هاد العام شويه كان ديال على حسب كيوقع شويه ديال الطلب. التفاح اخويا كان زادت فيه شي 3 درهم ولا 4 درهم في الكيلو، بحال هذا هو زادت فيه شي 3 درهم في الكيلو، هذه صفاء هذه، وكاين هذه في الحمراء هي زادت فيها شي 2 درهم في الكيلو، ولكن كاليتي مزيانه، بحال الكاليتي راه ما كانش كيجي شحال هذه. نقص هو زادت فيه شي 4 درهم ولا 3 درهم، هدروشه هذه كتجي من البرتغال ماشي من المغرب، هذه لكن مستورده. البنان في المغرب مازال هو المغرب ما زادش فيه، هذا ديال الغرب ما زادش فيه، ديال الخارج اللي زاد شويه، كان كيدير 27000 فرانك 28000 فرانك، دابا راه شي 30000 فرانك داير. لافوكا زادت بزايد، كل نهار كتزاد، كانت كدير 20 درهم 18 درهم، دابا دارت 23 درهم 25 درهم، اليوم دارت 27 28 درهم. في رمضان كيكون شويه ديال الطلب، كاين الرواج في رمضان كثر من الليل، لان الناس ما كتبقاش تاكل الخضار وذاك الباز، كيوليو ياكلوا ديسير. الاغلبيه كان العصير كيتمشاو، ديسير هو اللي كيتمشى اكثر. الكليان كيزيدوا يعني، وكنوليو بايعين النهار كله، ماشي بحال الايامات العاديه. دابا في اجواء رمضان كيشهاوي الانسان، واخا غادي يزرع خصو يشري. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.